الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الطريقة الرابعة وهي طريقة الحفظ في السيارة. ازاي تحفظ القرآن وانت في السيارة؟ هذا يعني ان كنت سائق ومعندكش وقت خالص. اقول لك اول حاجة هتصور الصفحة بتاعة المصحف وتعلق هذه الصفحة في مكان معين في السيارة امامك، ثم بعد ذلك تحاول ان تقرأ هذه الصفحة اللي انت هتحفظها في هذا اليوم على شيخ يكون حافظ متقن مع سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليه الصفحة وتضبط كلمات القرآن عليه. ثم بعد ذلك ابدأ بحفظ آية او آيتين في الصباح اثناء تسخين السيارة في 5 دقائق، وهي السيارة كده بتسخن، بدل ما تجلس فاضي لا، اقعد احفظ آية او آيتين. الحمد لله حفظت آية وآيتين والسيارة سخنت وهتمشي بيه. هنا انطلق بالسيارة وردد هاتين الآيتين عدة مرات، يعني وتحاول كده انك انت لو الحاجة يعني طارت منك ما انتش فاكرها تنظر في الايه في الورقة. هذا في اثناء الايه في اثناء الطريق وانت سائق السيارة. بمعنى مثلا لو فرضنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتظل تردد في هاتين الآيتين، شيء جميل أنك تداوم على ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى أنت بتحفظ وفي نفس الوقت تذكر الله تبارك وتعالى، وأفضل الذكر على الإطلاق هو تلاوة القرآن الكريم. طيب قبلك إشارة، هتقف في هذه الإشارة ثم تحاول في أثناء وقوفك في هذه الإشارة أن تحفظ الآية الثالثة، تبدأ تحفظ الآية الثالثة وأنت منتظر في الإشارة، ثم انتهت يعني أو فسح لك الطريق وهتمشي تبدأ وتردد الـ3 آيات وتستمر على هذا حتى تحفظ كامل الصفحة. يعني تخيل في ناس، بعض الناس بتسافر لمدة ساعة أو ساعتين أو 3 أو ممكن أكثر في خلال اليوم، فأنت تستطيع أن تستغل هذا الوقت في حفظ القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. بعد أن تذهب إلى المكان، لو أنت مثلا شغال في مكان معين، بعد أن وصلت تحاول أنك أنت في وقت فراغك تأتي بهذه الصفحة وتحاول أنك أنت تردد فيها وتقرأ فيها حتى تثبت تماما. جرب هذه الطريقة إن كنت من غير المتفرغين واللي ما عندهمش وقت. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياك لحفظ كتابه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.